هنا بمقر عمالة الفحص أنجرة توافد عدد مهم من التجار والحرفيين والمصنعين للاستفادة من جلسة تواصلية نظمتها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وبانخراط من المركز الجهوي للاستثمار وشركة خاصة بالتجارة الإلكترونية بهدف تعزيز وتقوية قدرات التجار والحرفيين وأعضاء التعاونيات في الترويج والتسويق لمنتجاتهم عبر الإنترنت وكذا الاستفادة من الآليات الرقمية واللوجستية المتاحة التي ستعود بالنفع على الحركية الاقتصادية بالإقليم. الهدف من هذه الشراكة المبرمة هو تعزيز قدرات الحرفيين والتجار والتعاونين والمقاولين الذاتيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة في التجارة الإلكترونية، خلق سوق رقمي على هذه المنصة، إعطاء واحد نسب تفضيلية لبيع المنتوجات وتحسين الرؤية الرقمية لكل المنتوجات. وعرف برنامج هذه الجلسة التواصلية مناقشات حول أهمية التجارة الإلكترونية تلاها إطلاق عملية تسجيل للتجار والحرفيين الراغبين في الانخراط في هذه القافلة بولوج المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها لهذا الغرض. كاين واحد المواكبة فردية مخصصة لكل شخص، يعني كل صانع أو لكل حرفي اللي باغي يدخل لهذا مجال التجارة الإلكترونية من طرف الشركة المتخصصة باش يمشيوا معاهم يعني مرحلة بمرحلة حتى يتمكنوا من أنهم يدخلوا لهذا العالم ويسوقوا المنتوجات ديالهم بطريقة أحسن. وتروم الاتفاقية المبرمة من طرف المنظمين فك العزلة الاقتصادية عن الفئات المستهدفة من الحرفيين والتجار بمنحها إمكانية الولوج إلى السوق الوطنية عبر شبكة متنوعة وشاملة والانتقال من النشاط الموسمي إلى نشاط تجاري قار وكذا التعريف بمنتجاتهم والترويج لها إلكترونيا على نطاق واسع.